والله ما اعتلينا اليوم نبحث عن كاميرا ولا عن شهرة أو عن أمر من أمور الدنيا ومكسباتنا، ولكن واضغط علينا اليوم يوم رد الجميل لمسلم البراك، واللي تذكر تاريخ 22/11/2011 الاتصال في أحد السجون في استخبارات الجيش الكويتي. شكرا يا مسلم، هذا يوم رد الوفاء ورد الجميل لك لا أكثر ولا أقل. باسم الأمة عندي خطاب يا صاحب السمو، لا خير فينا إن لم نقولها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها. اليوم يا صاحب السمو الكويت تمر بأسوأ مراحلها، ولا عندنا اليوم مجال للرفاهية المجاملة. يا صاحب السمو، يا صاحب السمو، لن نسمح لك باسم الأمة والشعب أن تمارس الحكم الفردي. يا صاحب السمو، إن بعض مستشارينك لهم المصالح التجارية، وبعضهم في قلوبهم حقد دفين على الشعب والديمقراطية، فلا تجعل سلطاتك وأنت أميرا ممرا لصالحها ممرا لمصالحهم وأحفادهم. يا صاحب السمو، اختارك مجلس الأمة وعينك أميرا ولم يفرض اعتباؤك وليا للعهد، ولم اختارك الشعب راضيا امير للبلاد، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يا صاحب السمو، التاريخ يسجل، فماذا تريد ان يكتب التاريخ في صفحاتك؟ هل تريد ان يكتب في عهد الشيخ صباح الاعمد تم بخس اصحاب الراي؟ هل تريد ان يكتب تضرب الناس في المطاعات؟ هل تريد ان يكتب في عهد الشيخ صباح الاحمد دوله الكويت واموالها؟ هل تريد ان يكتب التاريخ في عهد صباح الاحمد تمت انتهاكات حقوق الشعب وبغض الدستور؟ يا صاحب السمو، انت عقب ما استلمت الاماره رفعت مخصصاتك من 8 مليون الى 50 مليون. ما قلنا لك شيئا تقديرا لك، فاحفظ يا سمو الامير هذا التقدير لنا وانما للامه. يا صاحب السمو، تعرف شنو مشكلة طال عمرك؟ انك للحين تعتقد انك رئيس مجلس وزراء، هذه مشكلتك واللي عقد حبيبي.